بفقرتنا التجميلية لليوم راح نتابع الاختصاص بالجراحة التجميلية الدكتور نادر صعب بخطوات اعتمدها لحتى يحافظ على جمال بشرة احدى السيدات يلي خضعت من فترة زمنية قصيرة لعملية شد الوجه. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا فيك. مش الحال منترك مناطرك الاسبوع دكتور. ثانك يو حياتي. لما بتخضع السيدة دكتور لبعض عمليات شد الوجه شو هي الخطوات يلي لازم تتبعها لاحقا كفولو اب؟ يعني انا بقول عملية شد الوجه في وقت من الاوقات ما في بديل عنا. بالبدايه وقت ما بيكون عندنا شويه جفاف بالبشره لازم نحافظ على نضاره البشره وعلى رطوبتها لحتى ما تترهل. لكن وقت ما الترهل بيزيد عن حده بيصير كثير هون ابدا ما في بديل عن شد الوجه. نعم. اوكي هون السيده يمكن اول ما توجهت لعندك عم نشوف شو هون من 10 سنين تقريبا. واو. نانسي وقت ما عملت لها عملية شد الوجه. أوكي. وشد البطن، شد الشفون، إزالة الدقن المزدوج. يعني فول فيس ليفت. فول فيس ليفت. وهون الصور بعد قد ايه تقريبا من العملية يلي عم نشوفها؟ هون بعد 20 يوم من بعد العملية. بعد 20 يوم بنلاقي كيف صار وجهها ورقبتها وبيبين فعلا طبيعي. وإضافة لهيك كنت خضعت لعملية شد الوجه، لكن نعم. مش المهم بس الحصول على وجه حلو ما بعد إجراء عملية شد الوجه. رجعت هالسيدة لعندك على المكان المناسب. خلينا نشوف هيك بالتقرير شو عملت لها، شو التقنيات اللي اشتغلت لها. يلا المهم اهلا بغادة. اهلا فيك دكتور. خبريني. ايه كل شيء تمام بس انا جاي تدرم نظره تشوف شو لازم يتزبط ما يتزبط لحتى نضلنا محافظين على اللي عملته حضرتك من 10 سنين. ليه انا وجهك يمكن بعده افضل من قبل. يعني حكيتني حضرتك عن سن اليأس، انا بفضلك وبفضل اللي عملت لي اياه نسيته سن اليأس، ما عندي اياه ابدا، زتيته ورا ظهري. هلا حنعمل اشياء كثير مرتبه خفيفة لكن حتعطي انطباع كتير حلو على وجهك. اللي عم بعمله هلا هو حقن المخدر لتجنب الوجع اللي بيصير اللي هو جدا بسيط. حقن البوتوكس بالأنف هو للتخلص من عين النمر يلي هي فعلا شغلة كتير مزعجة. هلا اللي حنعمله حنكفي الشفايف من تاني ميل ونرجع نعمل الليزر. مثل ما عم نشوف في عنا هالنتوءات اللحمية بهالمنطقة، كان في عنا نطقات لحمية خلصنا منها. وهلأ اللي حنلجأ له هو حقن الكافيار. الكافيار هو كتير مهم لتجديد خلايا البشرة. ومن بعدها في عنا الماسك اللي حنحطه. الماسك مع الليد واللايت وبيلعب دور لقتل البكتيريا اللي هي مسببة للأكني وللجراثيم اللي معقول تكون، إضافة إلى الألوان اللي بيحفزوا الكولاجين اللي هو الريد. وقت ما نحط اللون الأحمر هون بنكون عم نحفز الكولاجين بطريقة أسرع. هيدا الماسك بنحطه ل 10 دقايق من الوقت. وهيك بنكون خلصنا. ولا مبروك يا غادة. ميرسي. وانا بعتبر حالي اكثر انساني محظوظه من وقت ما تعرفت على دكتور نادر صعب. عامله ابونمان دكتور نادر، انا في شيء من هون التقنيات
بعد ما جربت هذا الماسك نيكست تايم رح نجربه عليك. خلينا هيك نحكي ستيب باي ستيب، شو التقنيات اللي خضعت لهم السيدة؟ يعني ننسي العالم بيعتقدوا انه خضعنا لعملية شد وجه ما بقى من الضرورة ان نتوجه لعند جراح التجميل، لا بل بالعكس، عملية شد الوجه ما هي الا ازالة واستئصال الجلد الزائد، لكن العناية بالبشرة لازم تكون وبفترات معروفة، يعني كل 6-7 اشهر نلجأ لبعض التعديلات للمحافظة على بشرتنا وإعطاء البشرة نضارة من خلال حقن بعض إبر الكافيار، الذهب، البيبي سكن، وهيدا الشيء لتحفيز الكولاجين لحتى نتجنب الجفاف والأكسدة يلي بيأدوا للترهل، خاصة بالدول العربية، يعني مع الرطوبة، الجو الكتير هيك جاف، كمان المكيفات، كمان كله الشمس، هيدا بيأثر، عدم شرب الماء، التدخين، الحمل المتكرر لأنه بيوقف الاستروجين وبالتالي بينعكس على البشرة وبتجف أكثر وأكثر وبتزداد التصبغات. صح. طيب دكتور، بالفترة ما بين هالعمليتين، يعني من الليفتينج والتقنية اللي عم نحكي عنها اليوم، هل في اشياء لازم كمان تتبعها السيدة تحضيرا لهالخطوة؟ يعني بقول انا روزاليتا، الليفتينج بينعمل لازم يكون في زيارات دورية لعند جراح التجميل للعناية بالبشرة، وكريمات يمكن دكتور كمان؟ اكيد من الضروري الكريمات لانه هي العناية اليومية اللي بتصير. اما تغذية خلايا البشرة لاعادة احيائهم، هون بيكون اشياء دورية كل 6 اشهر، كل 8 اشهر، زيارة 10 دقائق لربع ساعة من الوقت، مثل ما شفنا الاشياء لايف قدامنا، بنلاقي يمكن ازالة بعض التجاعيد من الجبهة يلي هن بيعطوا اجريسيف لوك، بنشوف عيونها بعدهم بعد 10 سنين عندها فتحه العين فيها مشرقه غير مثل ما كانت من زمان، وخاصه انه بقول يمكن عند مدام غاده بعدها بتدخن اللي هيدا هو كثير غلط. وبالرغم من هالشيء بعد وجهها اجمل من وقت ما تعرفت عليها من 10 او 11 سنه بالسابق. طيب دكتور، بالنسبه للبوتوكس، البوتوكس من بعد شد الوجه كمان هون يمكن العلامات التجاعيد بنصير نشوفهم كمان نفس الشيء، يعني كل 6-7 اشهر بدها ترجع تعمل بوتوكس عن جديد، ولا مش بالضروره بصير بيضاين اكثر؟ هلا هي بتختلف نانسي وين باي منطقه، اذا كنا عم نحكي عن الجبهه، اوكي الجبهه جميل ونجاح عمليه الوجه انه نحافظ عليه حتى يبقى طبيعي الوجه، صح، كرمال هيك من زمان كانوا يلجأوا إلى شد الجبهة، كانوا يعملوا جرح ويشدوا الجبهة طلوع، كانوا يطلعوا العالم من دهشين، صح، كان يطلع شكلهم بخوف كل الوقت كل الوقت بضل تشوفيهم هيك، بقى هيدا شغلة كتير غلط. كرمال هيك وجود البوتوكس، البوتوكس هي مادة سحرية، ويمكن بحياتي أنا ما لجأت إلى شد الجبهة لأنه فعلا بيصير الشكل مندهش. طب هلا الشد كيف بيصير؟ عملية الشد كيف بتصير؟ عملية الشد بتتم من خلال جرح بسيط بقلب الأذن وورا الأذن، ومن بعدها بلجأ إلى شد عضلات الوجه بالليزر. كرمال هيك بنلاقي بعد 10 ل 15 سنة بعد وجهها أحلى من النهار اللي لجأت للعملية. أوكي، يعني كنا دائما نقول هالعملية بتضاين فعلا 10 و15 سنه، يعني هل فعلا فينا نقول انه هيدا اثبات اللي عم نشوفه؟ يعني هون كنت لجأت للعمليه بسنه 2006 ببدايتها، نحن اليوم بال 2017 وبقول انا بعد بضاين 5 إلى 7 سنين. طب دكتور، هل التقنيه كمان لها فولو اب بعدين، يعني بدها ترجع تكفي ترجع لعندك كل مره تتعملها، ولا لا بتعملها مره يعني واحدة؟ بقول انا اللي لجأت له هو ان اشياء بسيطه، اول شيء حقن البوتوكس، حقن الشفاه، لانه شئنا ام ابينا كل ما كبرنا سنا كل ما داب الكولاجين تحت البشره وخاصه بالشفاه وبمناطق اخرى بالجسم، بنلاقي صار في يمكن كرنشه بالشفه او صارت كثير ضعيفه وبينوا التجاعيد. اشتغلنا شوي على منطقه الدقن ولا لا؟ كمان بمنطقه الدقن بنشيل هالحفر اللي بيصيروا يبينوا عند الناس المتقدمين بالسن، نلجا الى ازاله عين النمر او التجاعيد اللي بتظهر على العين من جوا على الانف، وحقن البشره بالكافيار اللي هو مجدد لخلايا البشره،
الذهب يلي هو علاج ضد الاكسده بما انه هي امراه مدخنه. نعم. البيبي سكن لتحفيز الكولاجين والجلو ليفت يلي بيعطيها يمكن شد شيء بسيط طبعا والنفرتيتي نايم. وهون بدنا نوعد المشاهدين انه هالماسك اللي شفناه هيك مثل كان تيزر لحلقه بعدين نحكي عنه اكثر هيك تفصيليا. رح نشوفه على وجه نانسي قريبا. اذا الله رد. اذا الله رد. طبعا دكتور كل الاشخاص اللي كمان حابين هيك يستفسروا عن اي موضوع ايميلك موجود هلا بنشوفه على الشاشه مباشره وهيك انت بتتواصل معهم بتوضح لهم كل أكيد. الاستفسارات اكيد. ثانك يو دكتور. ميرسي. بنشوفك نكست ويك اذا الله رد. امتين دبي؟ دبي بعد بكره ان الله رد. جمعه وسبت على طول بدبي ان الله رد. ان شاء الله بتروح وبترجع بالسلامه. ثانك يو دكتور. ميرسي لكم. فاصل اعلاني ومنتابع خليكم معنا.